الإشكالية الثانية هي إشكالية مجيء العرب والمسلمين. لدينا منظوران اثنان، واحد عاطفي وواحد علمي. المنظور العلمي في التاريخ هو منظور محايد نسبيا. عندما يهجم مجموعة من الناس مسلحين على مجموعة أخرى، المؤرخ النزيه يقول غزا هؤلاء هؤلاء. في الإيديولوجيا العربية الإسلامية تستعمل كلمة فتح، وكلمة فتح كلمة إيديولوجية دينية وليست كلمة علمية إجرائية في البحث التاريخي على الإطلاق. ولكن ستجدون أن مؤرخين رغم أنهم في الجامعة ويزعمون أنهم يقومون بأبحاث علمية أكاديمية لا يستطيعون استعمال الكلمات الموضوعية المجردة من العواطف والأيديولوجيا. ما الفرق بين الغزو والفتح؟ وهذا شيء تعرضت له في الفصل الأول من كتابي الأمازيغية في خطاب الإسلام السياسي عام 98، والعنوان كان هو غزو أم فتح الإسلام باعتباره بداية ونهاية التاريخ. في الإيديولوجيا العربية الإسلامية الإسلام هو بداية التاريخ ولا شيء يوجد قبل، وهو نهاية التاريخ لأن كل ما يأتي بعده مخالفا له لا يقبل ولا يعترف به. فنحن إذن في لحظة يبدأ فيها التاريخ وينتهي، وهذا شيء مخالف للعلم. ورغم ذلك نجد أنه دخل المدرسة ودخل كتب الكثير من نخبتنا. فنحن نعتبر أن جيوش الأمويين جاءت غازية بمنطق التاريخ، وهذا الغزو لا يشفع له أن هناك عقيدة. لا يمكن أن نقول بما أنهم جاءوا بدين فليسوا غزاة بل هم فاتحون. من سيقنع الكاهنة أو كسيلة بأن هؤلاء جاءوا بدين وأنهم فاتحون وليسوا غزاة؟ هؤلاء أبطال وطنيون واجبهم الدفاع عن الأرض، الدفاع عن الأرض. هل يوجد ملك في العالم ستأتي جيوش من خارج حدوده لتغزو بلده وسيرحب بها بالورود والرياحين؟ غير موجود. لابد أن يحارب دفاعا عن الأرض وعن البلد. فنظرنا إذن إلى تاريخ الغزوات الإسلامية بنظرة محايدة، ليست نظرة عداء وتحامل، ولكن ليست نظرة تقديس. فجئنا بنصوص المؤرخين المسلمين وقمنا بتحليلها، فوجدنا أنها أنواع. فيها المؤرخ النزيه الذي أقر بأن الجيوش الأموية جاءت تبحث عن السبايا والغنائم، وأقر بأن ولاة الأمويين كانوا طغاة ظالمين وعنصريين في التعامل مع غير العرب، والنصوص كثيرة وقد نشرتها بنفسي. ثم هناك رواية أخرى في تقديس هذه الشخصيات وتحويلها من شخصيات تاريخية إلى شخصيات نورانية، كمثل النص الذي يتحدث عن أن عقبة بجيشه جاء إلى واد كثير السباع والحيات والعقارب، فاشتكى الجند من كثرة الحيات والعقارب والسباع، فرفع يده إلى السماء فذهل الناس وهم يلاحظون السباع تحمل صغارها وترحل أمام جيوش العرب، والحيات وهي تنسل وتهرب من جيوش العرب، والعقارب تتجه كلها اتجاه واحد لكي تفسح المجال لجيوش الأمويين لكي يمر. يعني الأسطورة. هذا نص عند مؤرخ يتحدث عن شخصية عقبة بهذا الشكل الأسطوري. طبعا وجدنا رجالات حركة وطنية مغربية يعيدون كتابة هذه الأشياء ويقدمونها على أنها تاريخ وأنها علم. وميسر الحقير ورد في كتاب النبوغ المغربي في الأدب العربي لعبد الله قنون بهذا الاسم. يعني عبد الله قنون يعتبر أن الرجل الذي حرر المغرب من الهيمنة السياسية والعسكرية الشرقية حقير، لأنه أسس لاستقلال المغرب سياسيا عن المشرق. ومن سماه الحقير؟ سمته الإيديولوجيا العربية. ولكن هذا الرجل الذي سمي بالحقير يروي عنه المؤرخون المسلمون أنه ذهب عند الخليفة الأموي
لكي يتظلم عنده من ولاة الأمويين، فرفض استقباله 15 يوما وهو على باب الخليفة ولم يستقبل. فعاد إلى المغرب وأقام ثورة وأباد جيش العرب عن آخره. معركة الأشراف سميت معركة الأشراف لأنه قتل فيها جميع العرب. فكيف نقرأ هذه الأشياء؟ ينبغي أن نقرأها بشكل تاريخي فقط، لا نتحيز لها ولا نكون ضدها، ولكن علينا أن نزيل أحكام الأيديولوجيا العربية الإسلامية لأنها ليست علما وليست نظرة تاريخية متجردة.